السلام عليكم الاخوان الاخوات. ازول اماريه في مثنى في مثنى غيزان فيديويه. كما شاهدتم جميعا في مجموعه من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر واليوتيوب فيديوهات مصوره بالصوت والصوره لشاب مغربي يدعى انوار. هذا الشاب الذي يحمل في يده مسدس اوتوماتيكي وسكين من الحجم الكبير يهدد به الشعب الريفي. اتساءل ومعي المئات، اين هي المخابرات المغربية؟ أين هي عيون الدولة التي لا تنام؟ أين هي وزارة العدل، وزارة الداخلية؟ أين هي المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان من كل هذا؟ صراحة هذا الشخص اللي تمادى في الزندقة ديالو والحقارة ديالو وبين عن حق الدفين للشعب الريفي. احنا كنطالبوا النيابة العامة بضرورة الإسراع لاعتقاله ومحاكمته ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه، تهديد المواطنين وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة المغربية. أكيد أنه للأسف النيابة العامة اللي اعتقلت مناضلي أحرار معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتابعتهم بتهم تهديد الأمن العام، رغم أن كل التسجيلات التي وثقت سواء من طرف المخابرات أو الصحافة أو المواطنين تؤكد على سلمية احتجاجاتهم ومطالبهم المشروعة. للأسف أنه هذا الفيديو ديال أنوار اللي تناقلته مجموعة من قنوات التلفزية والجرائد العالمية، مما جعل مجموعة من الدول الأوروبية كهولندا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا تحذر رعاياها ومواطنيها من عدم زيارة المغرب في الوقت الراهن بسبب هذه الفيديوهات. وكما تعرفون أنه الظهير الشريف رقم 413 على 59 على 1 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1382 الموافق ل 20 نوفمبر 1962 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 1963 على 6 على 5 اللي فيه مجموعة من النصوص القانونية، نذكر منها المادة 201 يؤخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بالإعدام كل من ارتكب أو من ارتكب اعتداء العرض منه، إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر أو بإحداث تخريب وتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. حيث كنشوفوا في الفيديوهات ديال هاد أنوار كيقول بلي راه معاه مجموعة من العصابات مسلحة بالسيوف والمسدسات وأنهم غيمشيو للحسيمة وغيتكرفصوا على الناس ديال الحسيمة. هاد الشيء أنه المادة 218 تعتبر هذه الجرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، الاعتداء عمدا على حرية الأشخاص أو على سلامتهم أو على حريتهم أو اختطافهم أو احتجازهم. هذا الشيء كاين كله مسجل بالصوت والصورة في الفيديوهات ديال أنوار. احنا كنطالبوا الدولة فورا باعتقاله وبإطلاق سراح كل المعتقلين الحراك الشعبي بالريف، الاخ ناصر الزفزافي، محمد جلول، احمد سلطانه، والشابه الفنانه سيليا التي صراحه مكانها البيت وليس السجن. هذه الفنانه التي دافعت عن قضيه الريف في مختلف المهرجانات فوق خشبه المسرح. نطالب الدوله المغربيه باطلاق سراحهم فورا، ولان هذا الشيء يشوه الصورة ديال الدولة عالميا، حيث نجد أن التقرير العالمي لحرية الصحافة ديال 2017 يؤكد أن المغرب تراجع مرتين فيما يخص حرية الصحافة. وهنا كنأكد أنه من بين المعتقلين ديال الحراك الشعبي بالريف كاين 7 ديال الصحفيين مدراء جرائد ومصورين اعتقلوا لسبب انهم كانوا ينقلون الاحداث ديال الاحتجاجات. نطالب باطلاق السراح ديالهم، وصراحه ان الدوله في 2017 عيب وعار. مازال نسمعوا عن ان المعتقلين يتعرضون لابشع التعذيب
والتعذيب النفسي والجسدي، وهذا ما صرح به مجموعة من الأساتذة المنتمين لهيئة الدفاع عن المعتقلين، وهذا صراحة يعطي صورة سلبية عن الدولة التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وصادقت عليه في مختلف المواثيق الدولية. أكيد أنه نتمنى الإطلاق السراحي كل المعتقلين تضامننا مع ضحايا ومع عائلة وذوي المعتقلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.